وأهل السنة والجماعة يأخذون بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات ولا يجاوزون الكتاب والسنة بخلاف منهج الخلف الذي يقوم على تقديم نتائج العقول وهي مخلوقة يدخلها الاضطراب والاختلاف. فإن منهج الخلف جميعا يقوم على تعظيم العقل، والحقيقة أن العقل الذي يعظمونه هو نتائج العقل، وهذه مخلوقة ويدخلها الاضطراب. ولذلك عقائد أهل الكلام كلها اضطراب وحيرة، فهذا من القول على الله عز وجل بلا علم.